الازمات تلاحق تعاون الفنانه ياسمين عبد العزيز والفنان تامر حسني اللي بدا باعتذار كتاب العمل ايمن سلامه ومحمد سيد بشير، وده كان بسبب تسلط ياسمين عليهم في الكتابه وعدم موافقتها على اللي بيكتبوه. وده الامر اللي خلى منتج العمل يطلب من ياسمين انها تختار مؤلف. وفعلا ياسمين اختارت المؤلف خالد جلال واللي اشتغل معاها قبل كده، وكان اخر عمل ليهم مع بعض فيلم عصمت ابو شنب. وكمان بعد انضمام الفنان تامر حسني ليها طلب انه يستعين بالمؤلف ايمن بهجت قمر لانه بيفهم دماغه، ولكن بعد اسبوعين خالد جلال وايمن بهجت قمر اعلنوا انسحابهم من استكمال العمل. وايمن بهجت قمر وضح وقال ان ده بسبب ان الحلقات ما عجبتش المخرج محمد سامي، وهو ما فيش قدامه وقت يكتب ويعيد كتابه تاني. وبعدها استعان المخرج محمد سامي بورشه الكتابه الخاصه بيه، ولكن في النهايه اعلن الفنان تامر حسني انسحابه من العمل دون ابداء اي سبب، وعلشان كده اعلن تامر مرسي المنتج تاجيل العمل للعام القادم. وقال ان الحلقات اللي اتكتبت ما عجبتش ياسمين عبد العزيز والمخرج محمد سامي، علشان كده هاجله لحد لما يستقروا على سيناريو ينال اعجابهم، ولكن لحد دلوقتي ما اعلنوش هل الفنان تامر حسني هيفضل في العمل ولا لا.